أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. سواء ولدوا مسلمين واعتنقوا الإسلام في مرحلة من حياتهم، هم رياضيون خلقوا التميز والاستثناء، فألهموا ملايين المعجبين في العالم الإسلامي وغيره بقصص نجاحاتهم التي كانت للكرة المستديرة نصيب منها. فمن منا لا يعرف مهاجم المنتخب الفرنسي ولاعب بايرن ميونخ الألماني فرانك ريبيري، هو الذي أصبح اسمه بعد اعتناق الإسلام بلال يوسف محمد، حيث أكد هذا الأخير حرصه على الصلاة والصيام. لا يمكنني فعل ذلك أنا مسلم، عبارة تلفظ بها النجم الإيفواري يايا توري بعد أن قدمت له قارورة خمر كهدية بسبب حصوله على أفضل لاعب في مباراة خلال الدور الإنجليزي، ليكسر يايا توري القاعدة، حيث قرر الاتحاد الإنجليزي تغيير جائزة أفضل لاعب في حال ما كان اللاعب مسلما من مشروبات كحولية إلى مشروبات من الأعشاب. موجة اعتناق الإسلام لم تقتصر فقط على أفيون شعوب، فبطل رياضة كرة السلة كين هيث فريد، والمعروف بأخلاقه المتواضعة وأدائه المتميز، عرف باعتناقه الدين الإسلامي. المسلم مارتس فين صنف من أحسن لاعبي التنس في العالم. الفن النبيل والرياضات القتالية كان لها الحظ الأوفر في موجة الإسلام، فتدخلات أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي ومدافعته عن الإسلام لازالت راسخة في تاريخ الملاكمة. رجل الحديد بلكمته اليسارية الساحقة مايك تايسون، والذي أصبح مالك تايسون بعد اعتناقه الإسلام. اعتناق أصغر بطل للعالم في الملاكمة دين الإسلامي كان بين جدران السجن، ليتغير مسار حياته وأصبح شخصا إيجابيا بشهادة العالم. تعددت الأسماء وتوالت النجاحات للمسلمين فوق حلبة الملاكمة، لتقف المحطة في الرياضة الأكثر قوة وشهرة في عصرنا الحالي، رياضة الفنون المختلطة، والتي اعتلى عرشها في الوزن الخفيف المسلم حبيب نور محمد وفا. مضايقات واستفزازات عاش هذا المسلم في آخر منازلة له في محاولة للمساس بعقيدته الإسلامية، ما أثار ضغينته ليكون الرد داخل قفص جد قاسي على خصمه الشرس ماغريكور بمنازلة أسطورية شهدها العالم بأسره. هم رياضيون تشبعوا بعقيدة الإسلام وتسلحوا بقوة الإيمان، فكان الفوز والنصر هو الرهان.